نتابع معكم اي تك من دبي عبر الحره، والضيف الان رونالدو مشحور المدير التنفيذي لسوق دوت كوم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، كيف الاحوال؟ الحمد لله تمام. سوق دوت كوم متابع لمجموعه مواقع مكتوب دوت كوم، مواقعكم كثيره ما شاء الله، من كاشيو، من مكتوب دوت كوم، عربي دوت كوم، سبورتس فور ايفر، وبنت الحلال دوت كوم، ومواقع اخرى. لكن اليوم حديثنا معك حول سوق دوت كوم، المزاد الالكتروني على شبكه الانترنت او التسوق على شبكه الانترنت، وضع اغراض قديمه او حديثي على الشبكة. بداية سوق دوت كوم انتم موجودين بدبي طبعا، وموجودين كمان كنتوا بالشهر الماضي بجاتكس دبي 2007 طبعا. على طول بتشتركوا بجاتكس؟ لا حقيقة هي اول مرة. نحن سوق دوت كوم تم اطلاقه بعام 2005، فصلنا تقريبا سنتين على شبكة الانترنت، وهي كانت اول مشاركة لنا بنتوجه فيها للزوار جايتكس. طبعا المشاركة تزامنت مع اطلاق موقع السعودية، فصار موقعنا بيغطي منطقة جغرافية اكبر، وفردنا انه نستفيد من زوار المعرض اللي بيجوا بالامارات، وكمان زوار المنطقة اللي من السعودية او المناطق المجاورة. ولماذا تشاركون ضمن موقع دبي انترنت سيتي او مدينه دبي للانترنت بجاتكس؟ يعني نحن كشركه مكتوب وسوق في شراكه طويله الامد. نحن كنا موجودين متواجدين بالانترنت سيتي من سنه 2000، من وقت ما اطلقت الانترنت سيتي، ودائما بنحب انه يكون في مثل ترابط بين هن المشاركات ومشاركتنا، فشفنا انه وجودنا معهم في المعرض تكمله للشراكه الموجوده بين الشركتين. وانتم مكاتبكم موجوده ب مكاتبنا موجوده، نحن موقع سوق شركه الاداره وقص الفريق العمل فيه كله موجود في الانترنت سيتي هون بدبي. رونالدو مشحور، من وراء خبرتكم بسوق دوت كوم، التسوق عبر الانترنت في العالم العربي رائج، موثوق به، قوي، يعني بعده بالبدايه؟ يعني لا، انا ما بقدر اقول بالبدايه. نحن خلال السنتين، نحن صرنا سنتين على شبكه الانترنت، صرنا تطور كبير بالثقافه المستخدم العربي. طبعا هي نمط استهلاكي معين بتطلب نوع معين من المستخدمين اللي بيحبوا يشاركوا على يشتروا ويبيعوا على شبكه الانترنت. هل الثقافه تطورت وعدد المستخدمين العرب على الانترنت ازداد، وجود خدمه الدي اس ال اللي هي البرودمان السريعه صارت متوفره، وهذا هدول من شروط المطلوبه لانت تقدر تتداول وتشتري وتبيع على شبكه الانترنت، بدخول شركات كمان الطيران على مجال التجارة، الاي تيكتينج والبطاقات الإلكترونية، صار في عنا ثقافة في المنطقة بتسمح لنا أنه المستخدم العربي يتداول، ونحن عم نشوف في نمو كتير كبير على السوق. كنا نحط 20 و30 سلعة باليوم، اليوم تقريبا بالموقع بتخون تقريبا 1000 سلعة يوميا بتم تداولها، فطبعا بدل أنه صار في طلب على هالنوع. وهي في عندك خيارات كبيرة على شبكة الإنترنت، في بالخيارات بالمنتج إذا كان جديد أو مستعمل، في خيارات بالأسعار، تقدر تقارن، تقدر تسأل أسئلة عن المنتج. نعم. فالتفاعلية الموجودة على شبكة الإنترنت صارت تعطيك أدفانتج، حتى يعني يمكن فائدة زيادة بالنسبة لأنت وقت عم تتسوق لمنتجات. قبل ما نتابع الموضوع اللي هو كتير كبير ومنحب نروح فيه أكثر معك من وراء خبرتكم، فعليا على الويب سايت اللي أمامك اللي هو سوق دوت كوم أو سوق دوت كوم الإطلاق السعودية، شو بتقدموا؟ كيف خبرتكم عن موقع أمامك؟ شو بتحب تفرجينا من الموقع؟ شو في شيء مهم؟ كيف الناس بيتعاملوا معه؟ هل بتحب تبتدي بسوق دوت كوم عامة أو بتحب كمان تحكي عن السوق السعودي؟ يعني بالنسبة للموقع الإمارات، موقع صار له على الإنترنت تقريبا سنتين، فبتلاقي في عدد المنتجات كبير جدا. نعم. في أي لحظة أنت إذا بتدخل لتتسوق على الموقع بتلاقي في أكثر من 20 ل30 ألف سلعة يتم تداولها مباشرة. تعمل سيرش؟ عمل سيرش هلا على شيء؟ ممكن تبعد مثلا إذا عملت؟ لا، عشو بين نبشت؟ نحن حطينا إنه نشوف كل الكاتيجوري، إذا حطيت مثلا كلمة نوكيا بدي اشوف عدد هواتف النوكيا الموجوده في الموقع حاليا، بتلاقي في 457 سلعه موجوده هواتف نوكيا. لكن مش بس هواتف، كان سماعات ولا وفي الاكسسوارز 196 تقريبا اكسسوارز، فبتلاقي في تنوع كبير، في عدد كبير من الهواتف ممكن انا اقارن، في منهم بيجي عليهم مزاودات، في منهم بنباعوا بطريقه المزاد. خبرني شو عن المزاد. المزاد شغله، يعني واحد يشتري قطعه موجوده اوكي ما سعرها ثابت، المزاد كيف بيصير عمله؟ يعني هو المزاد وقت بيكون الطلب على السلعه اكثر من العرض، بتلاقي عمليه البيع في المزاد هي محبذه اكثر للبائع، لانه يعني بيكون في طلب كثير على سلعته، فهو بتكون السلعه يا فريده يا قليله منها في السوق، او ممكن تكون مستهلكه شوي مستعمله، وبده يشوف قد ايه ممكن المستهلكين يدفعوا. حكيتني عن السيارات، وصلت ليصير في مزيد للسيارات، في سياره هلا اونلاين؟ في سيارات، دائما في عدد كبير من السيارات في كل لحظه على السوق. اذا هلا بتطلع مثلا الاسبوع الماضي مثلا في سيارات قيمه مثل فيراري كانت عم تنباع على الموقع، وفي هلا مثلا مرسيدس او سيارات كلاسيكيه قديمه، بتكون ماستانج، بتكون نوع معين مطلوبه، هي ما بقى
مستمر إنتاجه فبتلاقي محبذة جدا. كم بيعت الفراري كان على السوق؟ الفراري أنا آخر ما طلعت كان شيء 750 ألف درهم سعر السيارة. ومباعت؟ سعر جيد ومباعت على الموقع. طبعا إلا كان رقم فريد بالطابق مع 430 كان موديل و 430 اللوحة، واللوحات الفريدة في الإمارات كمان مطلوبة. بتلاقي في كتير ناس بيبيعوا لوحات أرقام مميزة، أرقام جوالات مميزة. هذا شيء نمط ما منشوفه كتير بالدول الغربية، منشوفه كتير بالبلاد العربية. لأنهم بيحبوا هذا النوع من بيحبوا التميز وهي طريقة من التميز. وهذا كمان يعني مثال كتير منيح كيف ممكن تحطها بالمزاد. وقد ما أنت برأيك متميز، ممكن في شخص تاني بيفكر أنه هي مميزة أكثر. صح. والتنافس بخلق للبائع فرصة وحماس وبعلى السعر. فالبائع ظهرت معك سيارة هون. هلا هون في مثلا هي سيارة مرسيدس مثلا للبيع. هالسيارة مثلا جاي عليها حتى الآن 9 مزاودات، والسعر اللي هي عليها هي 75 ألف درهم مثلا. عم نشوف هذا الموقع. هي السيارة عم نشوف هالموقع باللغة الإنجليزية. أنتم أطلقتوا باللغة العربية موقع خاص للمملكة العربية السعودية. طبعا. إذا بتروح عليه وتخبرني ليش المملكة العربية السعودية، هل لأنه هو سوق ضخم جدا؟ شو بيميز هذا الموقع اللي ما زال حديثا عن موقع السوق العادي؟ الحقيقة نحن المواقع بالتداول والتجارة لازم يكون في تخصصية بالسوق اللي انت عم بتخدمه. فموقع الإمارات بيخدم الإمارات، موقع السعودية بيخدم السعودية. نحن منحس انه في حركة بين الدول بتكون حركة جملة، ونحن هون بي تو سي يعني منبيع بالمفرق للمستهلكين. وهذا التداول للمستهلك بيكون مثل ما انت يعني ما بتستورد لابتوب واحد من أمريكا كل مرة لتشتري سلعة، بتنزل على السوق بتشتري لابتوب واحد ممكن تستورد 10 أو 15. مزبوط. فكل يعني بلد لها تخصصيته. موقع السعودية بالنسبة لنا طبعا مستخدمي السعودية نمط تعامله مع الانترنت أغلبه باللغة العربية، بينما مثلا بالإمارات في عندك آسيويين أجانب أكثر. ففي يعني أنتوا نفس العنوان souq.com souk.com بتروح تختار يا السعودية الإمارات أو الأردن. souq.com souq.com طبعا أنت هو الموقع إذا بتفتحه من السعودية رأسا بفتح لك موقع السعودية، ومن الإمارات بفتح لك موقع. بس ممكن تتنقل بين البلاد، غير بلاد لتشوف سلع معينة. صح. ممكن تطلع على موبايل مثلا بالإمارات تأخذ فكرة قد سعره قبل ما تزاود على موقع. ده الثقة بالبيع على الإنترنت. يعني أنتم عم تواجهوا هذا الموضوع، كيف عم تجلبوا المستخدم، عم تقنعوه أنه موقعكم ثابت موثوق به؟ على شو بيعتمد ليوثق به؟ يعني هذا دور سوق. هلا هو السوق بشكل عام هو بوابة بيخدم طرفين، عندك البائع اللي بريد يبيع سلعة، وعندك المشتري اللي بده برغب انه يشتري السلعة، ونحن كوسيط بننظم العملية بين اثنين. هلا تنظيم العملية في اولا انه تعرض العملية وتلاقي البائع المناسب، فهي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية هي المرحلة اللوجستية، وهذا شيء كتير مهم، وهذا خدمة مميزة بقدم سوق، انه نحن عملية الدفع الشحن كله داخل الموقع وبتتم بخلفيات الموقع. نعم. فانت بس مبعت السلعة احنا نبعث لك شركة شحن، نستلم منك سلعة، نلتزم انه ناخذ الفلوس من البائع والمشتري، ونتم العملية كلها. فمننظمها نحن. فهون بيجي حماية دور المستهلك، بما انه نحن عم ننظم العلاقة بين البائع والمشتري، فبنقدر نحمي البائع ونقدر نحمي المشتري. نحمي البائع انه نتأكد انه نستلم له السلعة بالمبلغ اللي رسي عليه المزاد او تم بيعه، ونحكي المشترك انه ما بنعطي المصاري للبائع لبين ما نتأكد انه المشتري استلم السلعة وهي مطابقة للمواصفات حسب شروط العقد اللي هو. انت بتتابع شخصيا هذه التفاصيل او عندكم؟ عندنا فريق عمل في عمليه تقييم بتتم بين بائع ومشتري. هل يا ترى هي سهله مثل ما تقولها بهذه السهوله، وما في صعوبات بتصير معكم؟ بصير في مفاجآت انه ناس بينتحلوا صفه، ناس بصير هالامور، ولا كتير قليله؟ لا طبعا نحن كموقع بصير عنا بعض الامور، وطبعا نحن الموقع تم استثمار كبير في العمليات، كيف خدمه العملاء، كيف مراقبه المزادات، كيف كل مزاد بنزل على الموقع بتم تدقيقه من فريق عمل معين ليتطابق مع الشرع مع قوانين البلاد. وطبعا الفلوس بس ترجع للمشتري، ما بترجع للبائع الا ليتم التاكد انه تم استلام السلعه والمشتري موافق على السلعه وهي بالشروط المطلوبه. يوم بعد يوم عم بيزيد المستخدمين يوم بعد بشكل يعني مفاجئ ولا بطيء؟ لا مو بشكل بطيء، بشكل جيد جدا. يعني نمو الموقع تقريبا 20% شهريا. يعني العدد الكبير، وهذا بدل انه المستهلك العربي صار بيطلع على الانترنت بنظره ثانيه، مو بس انا انه استعمله لاتواصل واطلع على معلومات. في كثير ناس بيطلعوا على السوق مثلا ليسعروا سلع، بس صرنا هلا بمرحله ثانيه التداول، بلش العالم يشوفوا انه لا الانترنت له تطبيقات مفيده جدا صارت تدخل بحياه المستهلك العربي. ممتاز. مبروك souq.com للمملكه العربيه السعوديه باللغه العربيه، والى الامام souq.com الامارات والدول العربيه. بشكر وجودك معنا، كان الوقت ضيق لكن الموضوع جميل جدا، وهيك مشجع كل المشاهدين يستخدموا ويتسوقوا
الموقع عبر الانترنت طريقة سهلة ثابتة وآمنة من خلال سوق أو من المواقع الأخرى. رونالدو مشحور المدير التنفيذي لسوق دوت كوم، أهلا وسهلا فيك بآيتك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء من آيتك من دبي من استوديوهات الحرة بمدينة دبي للأعلام. الأسبوع المقبل حلقة أخرى وجديدة انتظرونا، نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني itech@alhurra.com. نذكر دائما أنكم بإمكانكم مشاهدة هذه الحلقة من آيتك وحلقات أخرى في أي وقت على موقع القناة www.alhurra.com بالدخول إلى حيز الأرشيف المصور في الموقع. شكرا لفريق العمل هنا في دبي وفي واشنطن، إلى اللقاء.